هو يسأل عن الميراث، يعني ميراث الرجل ضعف المرأة وأن فيه ظلم للمرأة. أنا خلنا أضع قاعدة أول شيء. الآن من ينادون بالمساواة، يعني المساواة بين الرجل والمرأة، وأن الدستور مثلا كفل المساواة بين الجنسين، وهذا في العالم كله، هذا كله كذب. ولا تجوز المساواة، لا تجوز المساواة بين المفترقين. من سوى بين المتشابهين بين المختلفين فقد ظلم أحدهما. لا تجوز المساواة. الله سبحانه يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وما يستوي البحران، هذا بحر، هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات. لا يستوي الخبيث والطيب. قضية المساواة بين كل شيء غلط. الإسلام ليس دين مساواة، الإسلام دين عدل. لا ترضى أنت أن يسوى بينك وبين الحيوان، تقول هذا حيوان وأنا إنسان، تساوي بيني وبين الحيوان وحقك هذا. وكذلك لا يسوى بين الخبيث والطيب، ولا يسوى بين الذي يعمل والذي لا يعمل، والذي يعلم والذي لا يعلم، بين الجاهل والعالم، بين الحي والميت، بين الكافر والمؤمن. فقضية المساواة هذه كذبة، ظاهرها أنها يعني فيها عدل وفيها إنصاف فيها حق، كذب. الإسلام لا ينادي بالمساواة، الإسلام ينادي بالعدل، أن يعطى كل ذي حق حقه. الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا، لا يستوون. الله سبحانه يقول وليس الذكر كالأنثى، لا يستويان. الله سبحانه وتعالى يقول بما فضل الله بعض الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال سبحانه وللرجال عليهن درجة. فلا يجوز أن تأتي نحن نادي المساواة، يأتي إنسان آخر يقول لماذا لا يساوى بيننا وبين الأنبياء، كيف يقول الأنبياء معصومون نحن غير معصومين، لماذا؟ هذا ظلم، نبي نصير معصومين. الأنبياء تجب طاعتهم، أنا أكلم الناس ما يطيعوني. يخلق الله ما يشاء ويختار، فكيف تطالب بالمساواة؟ لا يستوي الظل مع الحرور، ولا الأحياء مع الأموات. فلا تجوز المطالبة بالمساواة إلا بين متماثلين. المتماثلان نعم نساوي بينهما، أما غير المتماثلين لا يجوز المساواة بينهما. فحتى النساء عليهن أن يتقين الله تبارك وتعالى، ولا يطالبن بالمساواة، وإنما يطالبن بالعدل، أن تأخذ حقها كما يأخذ الرجل حقه، لكن تأخذ حقها فقط والرجل يأخذ حقه فقط. أما الدعوة إلى المساواة بين الجنسين هذا لا يجوز، لا يستويان عند الله تبارك وتعالى، سواء في الميراث، في الزواج، في القوامة، وفي الحياة كلها. وهنا فائدة مهمة جدا وقاعدة عظيمة جدا، أن الله تبارك وتعالى عندما يفضل أحدا على أحد سبحانه وتعالى ليس من باب المجاملة، وإنما الله تبارك وتعالى على القاعدة التي ذكرها أهل العلم، كلما زاد التشريف زاد التكليف. فعدم المساواة معناها أن الرجال مكلفون أكثر من النساء، كما أن الأنبياء مكلفون أكثر من سائر البشر. الله تبارك فرض على الأنبياء أشياء ما فرضها عليك، ولذا قال أهل العلم أن النبي لا يجوز له أن يفر من معركة حتى لو كان وحده، بينما أذن للمسلمين عموما أنهم أن يفروا إذا كان المقابل أكثر من الضعف، فقط لهم أن يفروا. الأنبياء يجب عليهم أنهم يقومون الليل على خلاف في هذه المسألة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن قيام الليل واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما هو مستحب لسائر الأمة. وقس على هذا غيره من الأمور، أشياء يوجبها الله على الأنبياء لا يوجبها على غيرهم، أشياء عندك فرض كفاية على الأنبياء فرض عين،
فكلما زاد التشريف زاد التكليف. وكذلك الرجال تجب عليهم أمور لا تجب على النساء، من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والصلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجمعة وصلاة العيد وغير ذلك من الأمور يوجبها الله على الرجال ويجبها على النساء، النفقة، السكنة، المهر، كل هذه الأشياء واجبة على الرجل غير واجبة على المرأة. لماذا؟ لأن زيادة التشريف زيادة في التكليف. فلا يجوز للنساء بعد ذلك أن يطلبن المساواة بينهن وبين الرجال، وصرنا يطلب المساواة في كل شيء. ويكفينا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اثنتان فقط. صوروا، هذا ليس طعنا في النساء لكن هذا الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون فقط. فكيف بعد ذلك نساوي بين الرجال وبين النساء؟ هذه فكرة غربية دخلت على عقول المسلمين للأسف. دين الله تبارك علينا أن نلتزم به وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نقول وفيما نسمع. فالله المستعان.